هكذا يبدو الخط الرابط بين محافظتي الجوف ومأرب بعد تدفق سيول الأمطار القادمة من المرتفعات الجبلية والتي أدت إلى انهيار شبه كلي وجرف أجزاء واسعة من هذا الطريق. هو الشريان الوحيد للمحافظة وجميع المحافظات، لأن محافظة صنعاء الآن تتغذى من محافظة الجوف عبر الخط من هنا على الجوف العالي، والخط هذا من خلف الوادي إلى المنطقة هذه وخربتها السيول. الشريان الرئيس والوحيد ونقطة اتصال محافظة الجوف بالمحافظات المجاورة لم يعد صالحا، لقد تآكل ما عليه من الأسفلت ناهيك عن التشقق والانهيار الذي تعرض له نتيجة السيول، ما جعل السفر من خلاله أشبه بمغامرة مليئة بالمخاطر والمعاناة. 3 أيام مقطوعين هنا في لجة السيول إلى ذمة من؟ منهم مسافر، منهم المريض، منهم الذي بحاجة عنده عمليات، جنازة ب3 أيام جنازة هنا بالخط، 3 أيام والخط مقطوع. عشرات المقطورات والسيارات المليئة بالمسافرين تمر من هنا، وبصورة دائمة لا تكاد تتوقف معها الحركة في هذا الطريق، غير أن ما لحق به مؤخرا من خراب وإهمال من قبل السلطات المحلية بالمحافظة أو ما يمكن تسميته بالتجاهل غير المبرر ساهم في اتساع الخراب والانهيار الذي طال هذا الشريان المهم في حياة المواطنين. لو توجد سلطة محلية ما الخط هكذا من مأرب لا داخل المجمع، الخط تلف اتلافا عام كامل، له أكثر من فترة 7 أشهر هو تلف بين الجوف ومأرب. أيوة. نطالب السلطة المحلية، إذا كانت سلطة محلية تعرف مسؤوليتها فعليها أن تقوم في مسؤوليتها، ما لم فعليهم يتنازلوا ويخلوا البديل يجي مكانهم يحلوا. تبقى مشكلة الطريق الهاجس الأكثر إقلاقا للمواطنين ومثار حديثهم وشكواهم في محافظة كالجوف، لا سيما في ظل غياب التحرك الجاد للسلطة المحلية تجاه هكذا قضايا تمس حاجة المواطن مباشرة والوقوف بمسؤولية لإصلاح ما لحق بهذا الطريق. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.